مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، وبنبدا مع حضراتكم اولى فقرات برنامجكم صباح مي. والحقيقه بنبدا مع حضراتكم باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزاره الماليه. وده طبعا الحقيقه بنتكلم دايما رغم اللي احنا بنمر بيه ورغم اللي مصر والعالم كله طبعا بنمر بيه، ولكن احنا لو جينا اتكلمنا عن مصر طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه بتحاول انها تهتم بالشان اللي احنا بنمر بيه والوضع اللي احنا بنمر بيه، وكمان في نفس الوقت ما بينسوش الامور الاخرى، وكمان بيتناقشوا في بعض الامور الخاصه كمان بالمواطنين وتسهيل الامور للمواطنين ولكل الفئات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، خاصة ما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. مشاهدينا خلونا نطلع نشوف تقرير عن هذا الاجتماع ونرجع نكمل فقرات برنامجكم صباح مي. خليكم معنا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب، خاصة ما يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات متكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام، وبالمقابل تعزيز جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية. وقد استعرض السيد وزير المالية جهود تطوير النظام الضريبي التي تتضمن تبسيط الإجراءات وبناء قواعد البيانات وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، كما تتضمن تطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب. كما عرض السيد وزير المالية جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصة ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة احنا دلوقتي معانا موضوع عايزين يعني نتناقش فيه ولحضراتكم تكونوا على دراية بيه أكثر. طبعا حضراتكم عارفين إن الوضع اللي احنا بنمر بيه بيلزم على المواطنين إن هم ياخدوا الاحتياطات الكاملة على أساس إن لا قدر الله ما يحصلش عدوى ما بين المواطنين. وطبعا حضراتكم عارفين الناس بتنزل أشغالها، بتركب المواصلات، بيروحوا يشتروا حاجات من السوبر ماركت، حاجات كتير جدا بتتعمل. فطبعا حضراتكم عارفين ان دلوقتي بقى الزام وده طبعا حرصا ومن الحكومة على اساس ان ما يتمش انتشار هذا الوباء اكتر، ان احنا نرتدي الكمامة في كل امور حياتنا اليومية طبعا خارج المنزل، اللي رايح سوبر ماركت، اللي رايح شغله، اللي هيركب مواصلات لازم يرتدي الكمامة. ولكن طبعا تداول اخبار كتير جدا لازم يكون الكمامة ليها مواصفات معينة على اساس
يتم يعني ارتداءها، ولكن ليها مواصفات معينة ان هي ما يكونش تقدر تنقل العدوى من شخص لاخر. وطبعا ده سبب حيره كتير للناس، عايزين نعرف ايه هي فعلا مواصفات الكمامه. خلونا نعرف اكتر تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيادله القاهره. الو، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح الخير. صباح النور استاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه يا دكتور، طبعا يعني حضرتك عارف ومتابع طبعا ان احنا طبعا خلاص الزام علينا ان احنا نلبس الكمامه، وده يعني حفاظا على ارواحنا وارواح اللي حوالينا، على اساس ان ما حدش يتصاب، ويعني لا قدر الله لو حد مصاب ما يعديش حد غيره. ولكن احنا حابين نعرف، المشاهدين يعرفوا ايه هي الـ الكمامه السليمه، الكمامه اللي هي يعني ماشيه للمواصفات اللي احنا نقدر نرتديها يعني. بص يا فندم، هو في ثلاث طبقات من الكمامه، طبقه خارجيه وطبقه داخليه وطبقه في النص. الطبقه في النص دي الفلتر، ودي حاجه مهمه جدا. الطبقه الخارجيه هو الثلاث طبقات كلهم من اصل الماده بتاعتهم البوليبروبيلين، الماده الخام بتاعتهم البوليبروبيلين. والماده دي اصلا احنا بنجيبها من بره مستورده. فالطبقه الخارجيه دي طبقه حاجه اسمها سبون بوند بوليبروبيلين هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني حاجه كارهه للميه، يعني طارده للميه. كيف حضرتك بتكتب في الغالب الطبقه الملونه. حضرتك لما تبقى لابس الكمامه الطبقه الخارجيه تبقى طبقه ملونه، يبقى لو جاء اي رذاذ عليها من الخارج ما تمتصش هذا الرذاذ. عكسها بقى الطبقه الداخليه اللي تتحط على الفم على طول. دي لو اي بخار او رذاذ طالع من الفم او الانف دي بتمتصها، دي اسمها هيدروفيليك بوليبروبيلين، يعني ماده جاذبه للميه. فتيجي بقى الطبقه في النص، دي عمليه معقده جدا، بتتم بحاجه اسمها ملت بلون بوليبروبيلين، الماده الفعال الماده الرئيسيه اللي فيها. ودي طبقه بتمنع دخول الميكروبات والفيروسات لو حصل اي تجاوز من الطبقه الخارجيه والطبقه الداخليه. يعني احنا دكتور نوضح للمشاهدين ان زي ما حضرتك قلت الطبقات دي، يعني الطبقات دي سواء لو حد يعني حامل الفيروس ما يطلعش من الكمامه حاجه، وفي نفس الوقت ما يدخلش منها حاجه. لا تمام. يعني طبعا احنا حضرتك فيه طبعا ان لو الاثنين لابسين، لو واحد مصاب والثاني غير مصاب، لو اثنين لابسين يبقى افضل بكثير جدا لابسين كمامه. لكن احنا بشكل عام احنا بنحاول نوجه رساله للشعب او الجمهور المواطن البسيط في الفتره دي، ان موضوع الكمامه انا عارف الموضوع قد يكون نفسيا ضاغط عليك شويه. لكن الموضوع لو انا بصيت عليه ان هو مساله مؤقته، وان انا كل ما ازود الالتزامات بتاعتي، اقلل خروجي والبس الكمامه في خروجي والبس الكمامه صح واجيب الكمامه مظبوطه، اعتقد الموضوع ممكن ما يكملش معنا شهر شهر ونقدر نقلل الاجراءات دي كلها. لان كورونا بينتشر عن طريق الاحتكاك المباشر وعن طريق المخالطه المباشره، ما بينتشرش وانت ماشي في الشارع والميكروب ماشي او الفيروس ماشي موجود في الجو، لا. وعلى فكره في تجارب ومدارس كثيره جدا زي فرنسا مثلا، اول ما التزمت الامور خلاص بدات الحياه تعود لطبيعتها هناك. فاحنا بنقول مساله مؤقته. انا عارف الموضوع سبب هلع وخوف للناس كثير جدا. طبعا. لكن هي مساله مؤقته، وفي قاعده مهمه جدا. حضرتك طالما في الشارع وتعامل مع الناس على ان كل الناس مصابه. فتخلي بالك. طبعا. بس حضرتك بتؤكد دلوقتي عشان المشاهدين يكونوا عارفين ان هو الفيروس ما بيتنقلش من الجو العادي، يعني لو حضرتك ماشي في الشارع ومش حواليك، يعني لو ماشي في الشارع مش حواليك ناس وحتى مش مرتدي الكمامه مثلا، لو الدنيا لو وقت مثلا فاضي او فراغ ما بيتنقلكش حاجه من الجو. لا 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 لا. بس انت طبعا انت ماشي في الشارع مش هتلاقي مكان تقف فيه، يعني لا بتبقى حد فوق تبقى حد جاي او فوق او اهم حاجه الاسواق، التجمعات، البريد، الصيدليات، سوبر ماركت، ادخل لبس الكمامه، وخاصه دلوقتي الصيدليات، لان دلوقتي في نسبه كبيره جدا من المصابين طبعا بتظهر عليها اعراض بروح للصيدليه. فبالتالي لازم ابقى اخلي بالي في اماكن التجمع. طيب دكتور، برضو في ناس برضو عايزين نوضح لهم برضو موضوع الكمامة، يعني الارتداء ليها الصحيح، يعني عشان برضو الناس تبقى واخدة حذرها في الموضوع ده. زي ما حكيت، الطبقة الخارجية دي الطبقة الملونة، دي اللي بتبقى في الخارج. والطبقة الداخلية الطبقة اللي بتبقى
بيضه مثلا، دي بتبقى من الداخل، بتحاول تقفل الفتحه حول الانف لو في عمل للكمامه. الناس لازم تعرف حاجه، ان احنا بنتنفس مش من الكمامه نفسها، احنا بنتنفس من مداخل الهواء اللي على الجنب على الوجه، الجناب من على الجناب. فلان لو انا عملت كنت اجيب بقى كمامه ومشمطه خلاص، لكن هي لا، ليها مسافات معينه ان انا البس الكمامه مظبوط، احاول اقفل حته على الانف. وعارفين حته مهمه جدا جدا، انا بس عايز يعني الفت نظر نفسي، احنا ليه بنقول ان في مسافه بيني ما بين العميل او المواطن اللي معاه؟ لان ثبت بالقطع ان ممكن العدوى تنتقل عن طريق العين. كان في ثلاث منافذ انتقال عدوى: الانف، الفم، العين. العين مظبوط. والاطقم الطبيه سبب اثاره كبيره بتاعتها، ان هو في الاول كان بيبقى لابس الكمامه العاديه من غير ما يبقى النظاره بتاعت الوقايه، فدي عملت مشكله. وحته ثانيه كمان، في حاجه اسمها الفيرال لود، يعني تركيز الكورونا وانا لما بصاب بيه. التعرض الدائم لمريض كورونا بيخلي بصعب الحاله، عشان كده بنقول ايه؟ لو حد اصيب وثبت تحليل ان هو مصاب بكورونا يعزل نفسه. تمام. حتى لو في البيت ما يفضلش في تعرض دائم لاي افراد الاسره يعني. طيب معلش يا دكتور، يعني المفروض ان ارتداء القمامه يعني لمده قد ايه؟ يعني الناس دلوقتي واحد نازل من البيت لبس الكمامه راح يعني خلص المصالح بتاعته، يعني ارتداء الكمامه هل طول اليوم ولا كذا ساعه؟ عشان برضو مشاهدينا يكونوا عارفين الموضوع. بص يا فندم، هو في طبعا كذا نوع من الكمامه، يعني بس الكمامه الدارجه اللي الناس بتستخدمها. خلينا في الكمامه اللي هي المتداوله دلوقتي الرخيصه. دي من 5 لـ6 ساعات، ما زيدش عن كده. متواصل. وحسب كمان في حاجه مهمه، حسب كمان هو لبسها، حصل احتكاك مع حد، خلط حد، ولو قعد في مكان مثلا لوحده، دي مهمه جدا. ثانيا، الكمامه بتضعف لما بيجي عليها الابخره والاتربه والجو محمل ورطوبه عاليه، فقدره الكمامه على انها تقوم بوظيفتها بتقل مع الوقت. فانا الموضوع، بس في نقطه انا عايز انبه الجمهور، انا عارف الموضوع قد يكون في تحميل اقتصادي على كل بيت. طبعا. خاصه لو في اكثر من موظف وبيمارس شغله بره. عشان كده احنا بنناشد الساده المشاهدين ان على قد ما تقدر حاول تلبس كمامه مطابقه للمواصفات، وحاول ما تبقاش بالكمامه فتره كبيره، وما تلمسش الكمامه من الخارج، ما تلمسهاش نهائي خالص. ودور رجال الاعمال بقى اللي هم اصحاب الاعمال الخاصه، ان هو لو عنده موظفين يقوم بدوره ان هو يوفر لهم كمامات على هذا الموضوع، على حساب الشغل. طيب يا دكتور، يعني اختم مع حضرتك برضه نقطة مهمة سريعة جدا. في ناس ممكن تلبس الكمامة تنزل تشوف مصالحها، مثلا ممكن يكون حد معاه عربية فبيتعامل بالكمامة لما بينزل يشتري حاجات، وبعدين يدخل العربية راح قالع الكمامة، يعني سوري، معلقها كده على ودنه لغاية لما يجي ينزل تاني. هل برضه الوضع ده سليم ولا لا؟ ولو جه لبسها تاني ممكن تكون جه فيها حاجة؟ في الظروف العادية لو كنت أنا بحمي نفسي بالكمامة، أنا بحمي نفسي من شوية تراب أو عندي ارتفاع الصدر، ما عنديش مشكلة. لكن أنا عندي مشكلة كبيرة دلوقتي، إن أنا بتعامل مع ميكروب مجهول. مجهول يعني كل الداتا اللي عليه حتى هذه اللحظة لا أعلم ما أعرفهاش. فأنا أتعامل بحرص، وجاز جدا إن أكون أنا قاعد في أي مكان، الكمامة على السطح، خدت الميكروب وجيت أنا عفويا لمست الكمامة وجاي ألبسها. وخاصة ان احنا بنتصرف بتصرفات عفوية، احنا في لمس الوش او الانف او الفم او العين بدون ما نقصد، فناخد بالاحوط. انا عارف الموضوع يعني قد يكون احنا قعدنا نسيبها شوية بحيث بسيطة جدا. الكمامة الكويسة سعرها مثلا حوالي 5 جنيه متوسط المطابق المواصفات، لو استخدمت 5 كمامات في اليوم يعني حوالي 25 جنيه. في حوالي 24 يوم في الشهر في عمل، او 20 يوم في عمل، في وظائف كتير، في يومين في الشهر اجازة. يعني حوالي 20 في 25 حوالي 500 جنيه. ادفع 500 جنيه واضحى بيهم طبعا، ولا وفي فكره او احتمال ان انا اصاب واصرف قد المبلغ ده 1000 ضعف، خاصه دلوقتي ان حضرتك عارف ان في الكباسيتي بتاعتي خلاص تبني، يعني قصه صعبه جدا في وجود مكان، حتى المستشفى الخاص دلوقتي التكاليف بتاعتها عاليه جدا. فانا اكثر اخذ بالاحوط واضحي طبعا، بس احافظ على بيتي واحافظ على صحتي. كلام حضرتك نقطة مهمة جدا، مظبوط. التخلص من الكمامة، بلاش الطريقة العشوائية والاستهتار، ما المسش الكمامة قدام، اخد الكمامة من على الطرف واحطها، واحاول على قدر الامكان ان انا يعني احطها في كيس واربطها وارميها في سلة الكمامة عشان خاطر ما اذيش حد بيها، محدش يستعمل قوي يقطعها يعني.
او يقطعها، بس لازم يغسل ايديه بعد ما تخلص من الكمامه، بعد لازم يغسل ايديه كويس قوي بالميه والصابون. بلاش الاستفطار، لان معظم الناس اللي اصيبت حاليا بتاخد الامر ببساطه ومعتقد ان موضوع كورونا بعيد جدا عنه. صح. فيا ريت نتصرف بحرص في الفتره ديت، وباذن الله مصر هتعدي وندي درس العالم كله ان مصر وعي الشعب وقدره الشعب ان هو يخلص ويدوس على الازمه اللي احنا ألمت بالعالم كله. نقدر نخلص فيها في شهر 6 ان شاء الله. امل كبير جدا في ربنا ان نهايه شهر 6 يكون الاعداد قلت جدا، بس اهم حاجه نحافظ على التباعد الاجتماعي، يبقى عندنا شويه ثقافه، يبقى عندنا شويه سلوكيات حضاريه. صح. حاجه مهمه جدا جدا خلال برنامج حضرتك، التكالب على الفيتامينات وفيتامين سي والزنك اللي حصل على الصيدليات ده ما يصحش. احنا صعب لازم نتحضر نسيب الادويه دي للناس اللي سنه ما احتاجاها، لكن الزنك موجود ومنتشر بكثره في اللحوم، في البروتينات، في العدس، في المشمش. صح. في الموز، فيتامين سي في الليمون، في البرتقال، في الجوافه. الليمون يا ريت لما نيجي نشربه الليمون من الحنفيه، بلاش نغلي الليمون او سخنه، لان لما سخن الليمون او اغليه بيفقد بعض بيكسر، لا مش بيفقد بعض، بيكسر فيتامين سي. فانا كل اللي باخده طعم. نشرب حاجات دافيه، طبق السلطه والخضار والفاكهه في البيت، ده جهاز المناعه الرئيسي. جهاز المناعه ما بيتكونش من يوم في 24 ساعه زي ما الناس فاكره، لا، ده تراكم على مر السنين، سلوكيات وغذائيه للمواطن. يهتم بالغذاء بتاعه، الخضار والفاكهه مهمه جدا جدا، وبلاش التكالب على الحاجات دي، ممكن تبقى مضره، خلي بالك من حضرتك. ايوه طبعا صح، لان هو في حاجات الفيتامينات لو زادت عن حدها طبعا بتبقى خطر. يعني مثلا فيتامين دي، فيتامين دي ممكن ده لو زاد ده يحصل تسمم. تمام. فيتامين دي ممكن يعمل هايبر فوسفوتيميا فيضر الكلى. فانا اخلي بالي ان انا ارجع للصيدلي اخد ايه ما اخدش ايه. الاكل والشرب مهم جدا جدا جدا، الحاجات الدافيه، البروتينات، الفواكه، الخضار. مظبوط. ونحاول نخلي طبق البيت، طبق الاكل هو الصيدليه بتاعتي لجهاز المناعه. مظبوط فعلا كلام حضرتك، واحنا فعلا بنؤكد على كلام حضرتك لمشاهدينا، ويا رب يعدي الازمه دي على خير يا رب الفتره اللي جايه، ونرى مصر في الافضل والافضل ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنه التصنيع الدوائي بنقابه صيدله القاهره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومشاهدينا زي ما حضراتكم سمعتوا كل المكالمه، ولكن الحاجه اللي بنؤكد عليها معلش نستحمل يعني الفتره دي كده علشان تعدي على خير يا رب ان شاء الله. طيب مشاهدينا ايضا تعالوا نشوف تقرير عن يعني الحقيقه جهود ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصوصا في الشأن الليبي. طبعا حضراتكم متابعين الايام اللي فاتت والمناقشات اللي تمت على الشأن الليبي. خلونا نطلع نشوف تقرير عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشأن الليبي، ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري وزير الخارجية. يأتي لقاء السيد الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي. من جانبه رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مشيدا سيادته بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا. كما أكد السيد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوما تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
وقد أعرب المسؤولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي. وقد خلص اللقاء بتوافق السيد عقيل صالح والمشير خليفة حفتر على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود ووقف إطلاق النار وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي. مشاهدينا اهلا بكم مرة اخرى، والحقيقة معانا ايضا دلوقتي خبر حابين برضو يعني حضراتكم تعرفوه ان احنا نعرف تفاصيل عنه اكتر. طبعا حضراتكم عارفين هو اقترب خلاص موعد امتحانات الثانوية العامة، والحقيقة الموضوع ده يعني حصل وعمل بلبلة كتير جدا 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 الفترة اللي فاتت من الاهالي والطلبة ذات نفسهم، وطبعا وزير التربية والتعليم. حصل حاجات كتير جدا ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين الناس عمالة تفكر طب هتمشي ازاي، الاجراءات هتحصل ازاي، الاهالي طبعا معذورين، الاب والام والاولاد ذات نفسهم هيروحوا المدرسة ازاي، الطالب هيتعامل ازاي في المدرسة في ظل الوضع اللي احنا فيه. وعلى الجانب الاخر وزير التربية والتعليم طبعا يعني قايم بمهامه بيقول مفيش حاجة اسمها تأجيل امتحانات او لغي امتحانات وده مصير طالب، حاجات كتيرة جدا يعني حابين ان احنا نتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن يعني لو حضراتكم متابعين يعني في احد الاشخاص قام بدعوى قضائية بوقف الامتحانات، والحقيقة استند لمادة في الدستور المادة 93 بالتحديد. خلونا نعرف اكتر تفاصيل عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور. الو صباح الخير يا دكتور. صباح الخير وتحياتي لكل من يتابع سيادتك يا فندم. اهلا بحياتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يا دكتور يعني احنا الفتره اللي فاتت والايام اللي فاتت طبعا كلام كبير كتير جدا عن التعليم وعن امتحانات الثانويه العامه، ما بين خوف وما بين وزير التعليم يعني ماشي على النهج ان هو طبعا لازم عشان ده مصير طالب وامتحانات لازم تحصل، كلام كتير جدا. ولكن خلينا نتكلم عن الخبر اللي معانا، ان في يعني احد المواطنين قام برفع دعوة لوقف الامتحانات واستند لنص في الدستور وهي المادة 93 من الدستور. طبعا حضرتك خير من يكلمنا عن هذا الموضوع، فحابين نعرف في الاول هل يحق لمواطن ان هو يرفع دعوة لوقف الامتحانات يستند لمادة معينة من الدستور؟ ومبدئيا في مبدأ دستوري مقرر في الدستور وهو المسمى بحق التقاضي، يعني من حق أي مواطن أن يلجأ إلى القضاء، ده مبدأ هام جدا. لكن لابد أن يدرك الكافة أنه بجوار مبدأ حق التقاضي يوجد مبدأ آخر يسمى عدم إساءة استخدام حق التقاضي. حينما يكون لي حق يلزم ألا أسيء استخدام هذا الحق، وإلا أكون قد تجاوزت الحق المقرر لي. دي مبادئ دستورية هامة موجودة ومقررة. فيما تفضلت سيادتك بالإشارة إليه، يلزم لقبول هذه الدعوة أن يكون هناك صفة ومصلحة، وحسبما نشر إعلاميا أن مقيم الدعوة له صفة لأن ليه أحد أبنائه طالب في الثانويات العامة، تمام، وله مصلحة هو بيقول أنا أخشى على حياة ابني وعلى الأغيار. هو يتحدث عن ابنه بالمناسبة، مفروض لأنه ليس وكيلا عن الأغيار، عن
اثبات الطلبه يعني. دي شروط مهمه لقبول الدعوه. الدعوه دي تسمى دعوه الغاء، هو هيطلب فيها الغاء القرار الخاص بانعقاد الامتحان، وفي شق عاجل بيطلب وقف التنفيذ. طيب. وقف التنفيذ يشترط لقبوله وجود حاله استعجال، لا شك ان حاله استعجال محققه لان باق ايام على خلاص هو الامتحانات الشهر ده يقين. اما الشرط الثاني هو جد وحاب، وهو انه يلزم ان ينبني طلب وقف التنفيذ على اسباب جديه. ماذا يقصد بالاسباب الجديه في عالم القانون وعالم القضاء الاداري؟ هي رجحان كسب الدعوه، ان يعني من الظاهر من الاوراق ان انا اكسب هذه القضيه. المؤكد لدى العامه والمؤكد لدى الخاصه كذلك من باب اولى، ان وزاره التربيه والتعليم حينما قررت انعقاد امتحان الثانويه العامه لم تقرر ذلك في فراغ من عندياتها، انما اتبعت بروتوكول صحي، راجعت المختصين في وزاره الصحه، وحسب المعلومات التي نشرت وتم تداولها من قبل وزاره التربيه والتعليم يوجد مسافات للتباعد بين الطلاب حين اداء الامتحان. يوجد اجهزه تعقيم، ويوجد اجهزه لقياس الحراره، وتوجد طواقم طبيه متواجده في معظم اللجان ان لم يكن في كل اللجان. فالحيطه هنا اتخذت. وبالتالي هل السؤال هل تتوقف الحياه ام ان الحياه يلزم لها ان تستمر ولكن باجراءات احترازيه؟ لا شك انه من المقطوع به انه يلزم ان تستمر الحياه، ولكن من المقطوع به ايضا ان تتخذ اجراءات معينه. والمؤكد ان وزاره التربيه والتعليم اعملت البروتوكول الصحي المتطلب في هذا الشان حرصا منها على مصلحه ابنائنا الطلبه، لان دول في النهايه هم ابنائنا. انا هعود لرسالتك تفضلت بيه، الاستناد الى الماده ما هو ده اللي كنت عايز اقول لحضرتك عليه. هو دلوقتي استند لماده 93 هذه الماده انا في ظني انها استشهاد في غير محل. ليه؟ الماده دي بتتحدث عن ان الاتفاقيات الدوليه والمعاهدات المصادقه عليها من قبل جمهوريه مصر العربيه والمنشوره في الجريده الرسميه يكون لها قوه القانون. فهي ماده تتحدث بالاطلاق عن الاتفاقيات الدوليه، ليست عن حاله مخصصه بعينها. يعني الماده دي ما بتقولش ان لما يكون هناك جائحه كورونا الامتحانات تتلغي. الكلام ده احنا نعتبره في عالم القانون استشهاد في غير محله. دي نقطه مهمه جدا لابد لمشاهديك الكرام وهم كثر ان يدركوا ان هذه الماده تتحدث عن القيمه القانونيه للمعاهدات، انها تعدل قوه القانون. هذا امر ليس له ثمة علاقة بالقضية المرفوعة. أنا يحضرني هنا أمرا هاما. إذا افترضنا أن مقيم الدعوة أو غيره تملكه الخوف على أبنائه وهذا من حقه. السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم أعلن في مناسبات عدة أنه يمكن لمن يتملكه الخوف أنه يعتذر عن أداء الامتحان، واعتبر ان هذا عذرا مقبولا يبعد عنه فرصة الرسوب، يعني مش كأنه استنفذ احدى مرات الرسوب. يعني اللي خايف واللي قلقان يعتذر عن الامتحان ومش هنعتبره ان ده فرصة رسوب. اعتقد ان ذلك من قبيل الاجراءات الهامة التي راعى بها التربية والتعليم ممثلة في السيد الوزير والاجهزه. يعني اللي بيعتذر ده يعتبر ان هو بيأجل، يعني كأنه بيأجل وعذر مقبول، واذا انه قاعد في بيته مستريح يمتحن بقى الثانويه العامه السنه الجايه، يعني يمتحنها السنه الجايه ومش هتعتبر فرصه رسوب ليه. هكذا ما اعلنته وزاره التربيه والتعليم. بس انا هنا يحضرني شيء، يعني احيانا بعض الطلبه بيدخلوا الامتحانات، يعني حتى احنا عندنا في الجامعه، ويصطدموا بسؤال بعضا من الصعوبات، فممكن يعني يحدث له اغماء ولا غيره. الوزير مش مسؤول عن هذا الكلام، الوزير ليس مسؤولا عن ذلك. الوزير مسؤول
عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة للاتباع والمرعية وفقا للبروتوكولات الصحية. وبعدين لا قدر الله يعني هو كمان في احتياطات وهيبقى في يعني اكيد يعني دكتور او اكثر في كل مدرسة اكيد طبعا. طبعا عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجة للطلبة يعني. يعني انا لو تأذن لي اكرر ثانية ان البروتوكول الصحي الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الاجهزة الصحية المسؤولة والاجهزة الطبية، هناك تباعد في المسافات، هناك تعقيم دائم بالنسبة لأماكن الامتحان، هناك أجهزة لقياس الحرارة، هناك أطقم طبية متواجدة في كل اللجان، وهكذا. يعني كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للبروتوكول الطبي والصحي وزارة التربية والتعليم قررتها ستكون مطبقة بإذن الله. وإحنا بنتمنى السلامة لأبنائنا ونتمنى الحياة بانتظام للعالم أجمع يعني، وهذا أمر طبيعي. يا رب ان شاء الله يا دكتور. واحنا بنتمنى برضو بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان شاء الله يعني الامتحانات تنعقد بخير والطلبة تروح تمتحن بخير وما يحصلش اي مشاكل للطلبة، وزي ما حضرتك اوضحت ان يعني وزارة التربية والتعليم واخدة احتياطاتها بالكامل ان شاء الله، وحتى لا تقدر احدى سنوات الدراسة يعني طبعا دي مسألة مهمة جدا يعني لا تهدر احدى سنوات الدراسة لا تهدر طبعا. بس دي سيادتك الدراسات العليا عندنا في الجامعة امتحاناتها بدأت، السنوات النهائية في الجامعة احنا نتخذ اجراءات احترازية وبنعمل امتحانات، يمكن السنوات قبل النهائية كان فيها ابحاث، انما اتخذت الاجراءات، الحياة ماشية طبعا، وهو ده اللي احنا المفروض ماشيين عليه الفترة اللي جاية كلنا، مش الطلبة بس، الناس كلها طبعا ماشية يعني تاخد احترازها، لان احنا هنتعامل مع الوضع الفترة اللي جاية يا رب ان شاء الله، وتعدي على خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله، وربنا يعني يعطي الصحة يا رب يا دكتور ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف فيه تقرير عن وزارة التربية والتعليم ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معنا. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، وايضا معانا احد الاخبار اللي حابين ايضا يعني نوضحها لحضراتكم ونتناقش فيه ويكون فيه يعني تفاصيل اكتر عنه. طبعا حضراتكم هنتكلم عن السياحه، طبعا حضراتكم عارفين ان قطاع السياحه تاثر بشكل يعني كبير ويكون بشكل كامل جدا في الفتره اللي فاتت علشان الوضع اللي احنا بنمر بيه، وطبعا حضراتكم عارفين يعني حصل بعض الإجراءات لكي تخفف هذه الأمور. طبعا قبل يعني عيد الفطر طبعا تم تقديم بعض الفنادق لأن هم يقدروا يعني يستقبلوا زائرين وسائحين، ولكن بنسبة 25% و50% من العاملين، وفي ناس بتقدم كمان مزالب بتقدم، فبرضه هنعرف تفاصيل عن ده اكتر. ولكن الاهم ان لما القطاع تأثر جدا فتم انشاء صندوق طوارئ للسياحة. حابين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، معانا على الهاتف الاستاذ هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية. الو صباح الخير استاذ هشام. صباح الخير، الصوت واطي شوية عندي حضرتك. طيب نحاول نعلي الصوت، حضرتك كده سامعني كويس؟ يعني لحد ما. طيب هل استاذ هشام، طبعا حضرتك عارف ان احنا يعني موضوع السياحه اتكلمنا عنه كتير وان هو بشكل كبير قوي اتاثر في الفتره اللي فاتت، ولكن تم انشاء صندوق طوارئ للسياحه، حابين نعرف يعني تفاصيل عن هذا الصندوق، يعني مين صاحب الفكره ومين بيتم تمويله ازاي يعني؟ الو صندوق استاذ هشام، حضرتك سامعني؟ انا سامعك بسيط بس انا اقدر اجاوب يعني. اتفضل، احنا بنتكلم بنقول حابين نعرف تفاصيل عن يعني انشاء، ان يبقى في انشاء صندوق للسياحه، وحابين نعرف يعني بيتم تمويله ازاي. طب هو احنا الصندوق لسه لما ينشا بعد، هو مشروع لانشاء صندوق لمساعده القطاع وقت الازمات والعاملين بالاخص في القطاع.
الصندوق ده احنا لما كان صندوق الطوارئ بيصرف للناس فكان بيصرف على المبلغ التأميني، وزي ما احنا عارفين المبلغ التأميني معظم الناس الغالبية بتبقى مأمنة على العدد الأقل بالحد الأدنى للتأمين، والعدد الأقل بيبقى بالحد الأعلى. فطبعا دي بيبقى اللي بتصرف يعني على الحد التأميني، فبيبقى مش مساعد قوي للعدد. ففكرنا ان احنا ننشئ صندوق بحيث ان احنا لا نقدر نعمل بقى حاجة على الأجر الشامل بتاع الموظف، وده هيكون تمويله عن طريق الغرف نفسها، بيشترك فيه جميع الغرف الصحية والاتحاد، وطبعا معنا الوزارة في هذا المشروع، اللي تمويله هيكون اساسا من الغرف نسبة معينة من اشتراكات المنشآت في الغرف بتاعتها، زائد ان هيكون في نسبة على الاجر الشامل للموظف يتقاسمها الموظف وصاحب العمل، بحيث لما نيجي نصرف مبالغ ان شاء الله وربنا ما يجيبش ازمات يا رب ان شاء الله، بس وقت الازمات يبقى نقدر نصرف مبلغ معقول يساعد المنشاه على انها في الوضع اللي احنا فيه العماله، ويساعد الموظف نفسه على انه يبقى داخل له مبلغ معقول نقدر نمشي بيه فتره الازمه. طيب هل استاذ هشام، هل ده يعني هذا الصندوق بديل لصندوق يعني القوى العامله الخاص بالسياحه، ولا ده غير ده؟ هو ده غير ده لحد دلوقتي، احتمال بعد كده يضاف عليه المبالغ اللي هتخش من صندوق الطوارئ العام بتاع الدوله، يبقى كده نقدر نضمن مرتب معقول مبلغ يعني يكون موجود. اللي بيهمنا الموظفين في الاساس، العماله دي ما نقدرش نستغنى عنها لان العماله دي مدربه وكذا وكذا. لما الصندوق ده هيكون بمشاركه الخمس الغرف السياحيه يا استاذ هشام؟ بالظبط كده يا فندم، كل الغرف السياحيه ان شاء الله تبقى مشتركه فيه يا رب، ونتمنى ان شاء الله يكون يعني صندوق داعم للموظفين والعاملين. طيب استاذ هشام، في نقطه مهمه جدا، طبعا حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت تم يعني تقنين او يعني تقديم بعض الفنادق لانها تزاول عادي الوضع، ولكن ببعض الاحترازات وبعض الاجراءات المهمه. حابين نعرف هل في فنادق يعني تقدمت يعني هذه الفترة عن السابق بطلبات أكثر إنها تنضم يعني لهذه الفنادق السابقة؟ قطعا يا فندم، هو الأول إحنا كنا قبل العيد مباشرة كنا شغلنا في حدود حوالي 80 فندق على مستوى الجمهورية. إحنا دلوقتي تعدينا ال 150 فندق اللي خدوا الشهادة المبدئية، وعندنا لسه كمان ناس وما زالت لجان التفتيش شغاله بتنقص هذه الشهاده. عندي اكثر من 200-250 ثاني في قائمه انتظار، وهو اصل هو المفروض ان شاء الله ان كل الفنادق يتم لها هذا الاختبار لاعاده التشغيل. انت عارف حضرتك اعاده التشغيل ده بيكون لجنه من طبعا وزاره السياحه ووزاره الصحه والغرفه، ومعانا كمان ثلاث شركات اجنبيه عشان ندي طمأنينة للسائح الخارجي. طبعا ان احنا معانا شركة تمام معانا في التفتيش، ويبقى بالنسبه لهم دي حاجه مطمئنه يا رب ان شاء الله. طبعا احنا يعني بنتمنى ان الازمه تعدي على خير، وان قطاع السياحه يرجع يعني كسابق عهده، ويرجع كمان بقوه اكتر يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا، انا بشكرك جدا الاستاذ هشام الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني زي ما حضراتكم يعني سمعتوا وتابعتوا في كل المكالمات والتفاصيل اللي احنا بنتكلمها، ان هو يجب علينا ان احنا نتعايش في هذا الوضع الفترة اللي جاية، ولكن ناخد احتياطاتنا واحترازاتنا علشان نحمي نفسنا واسرتنا، ونحمي كمان المواطنين اللي يعني بنقابلهم في الشارع اللي ما نعرفهمش واللي نعرفهم. يعني هنحاول ان احنا بقدر الامكان نعدي الازمة دي على خير يا رب ان شاء الله. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة، هنناقش منشطات كتير جدا واخبار كتير متواجدة على الساحة سواء الداخلية او الخارجية، وهيناقشنا فيها الاستاذ علي حسن رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة الشرق الاوسط. هنطلع فاصل ونرجع مع الصحافة، خليكم معانا.